بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع بتاعنا بار برايمنج وليد شير تحت اشراف دكتور مصطفى المهندس. اول حاجه هنتكلم فيها اللي هو الفكره والغرض من المشروع. الفكره بتاع المشروع ان احنا بنعمل كرسي متحرك. الكرسي المتحرك ده بنتحكم فيه بسهوله عن طريق الكهرباء، وكمان الكرسي ده بيساعد وبيشجع المريض اللي هو يتحرك في اي مكان جوه وبره البيت، وكمان اللي هو بيقدر يتحدى اي اعاقه قبله شكل سلالم او رصيف. الغرض من المشروع ده ان احنا بنساعد المرضى اللي هم عندهم اعاقه، المرضى اللي هم عندهم اعاقه في اللي هو في التحرك، اللي هم ممكن يقدروا ان هم يتحركوا او يتنقلوا في اي مكان بسهوله من غير ما يبذلوا اي مجهود، وكمان اللي هم بيعتمدوا على نفسهم في التحرك، وبالتالي ده بيزود من الحاله النفسيه بتاعته وبيريح المريض نفسيا. الناس اللي بيستخدموا ولي الشير دول ان هم الناس اللي هم بيبقى عندهم لا اما شلل، لا اما عندهم بتر في احد الرجلين او في الرجلين كلهم، او عندهم التهاب في المفاصل، او عندهم خلل في التوازن. احنا فكره مشروعنا الويل شير بتاعنا ده عباره عن باور كلايمنج ويل شير. باور ازاي؟ اللي احنا بنستخدم الالكتريكال باور وغزر زي المانيوال باور. ديت بتساعدنا في المريض يتحرك في اي مكان بدون اللي هو يعتمد على اي حد، وكمان اللي هو بيتحرك بدون اللي هو يبذل اي مجهود عضلي. كلايمنج اللي هو التصميم بتاع الكرسي اللي هو يقدر يتحرك في اي مكان بسهوله، وكمان اللي هو يقدر يخلي المريض يتحدى اي اعاقه اللي تقابله في البيت شكل السلالم او بره البيت شكل الرصيف. احنا اول حاجه الايديا في الكلايمنج، لما جينا نصمم الكرسي بتاعنا عباره عن كرسي عادي جدا، بس القاعده بتاعته مصممه القاعده عباره عن بوليس محطوط عليها سير. القاعده بتاعته ديت معموله بزاويه اللي هي بتحس بتتفق بالغرض اللي احنا نقدر نطلع على السلالم، ودي الفكره بتاعت الكلايمنج بتاعها. احنا لما جينا نحسب الزاويه بتاعت الكرسي اللي هو هيطلع بيها السلالم، احنا طبقا للكود المصري في الخرسانه لقينا عندنا السلالم، عندنا السلمة بتبقى عباره عن القايمه والنايمه، القايمه بتاعتها 15 سم والنايمه 30 سم، فلما جينا نحسب الزاويه بينهم طلعت الزاويه بينهم 26.5، فصممنا الكرسي اللي الزاويه بتاعته بتبقى الزاويه اللي هيطلع بيها السلالم بتبقى 26.5، وهيبقى منظر الكرسي كده وهو طالع على السلالم. تاني حاجة في التصميم بتاع الكرسي كان أهم حاجة اللي هو يطلع السلالم، وكمان اللي هو العرض بتاعه. احنا لما جينا نصمم الكرسي صممناه بعرض اللي هو يكون يفي بالغرض اللي احنا نتحرك في جوه البيت أو في أي مكان بسهولة تامة. فاحنا عندنا طبقا للكود المصري طبعا المداخل بتاعة البيت بتبقى من متر و20، اللي هي في الحجر في الاوض العاديه بتبقى من 90 للمتر، في المطبخ او الباث روم بتبقى من 80 ل 90. فالحجم بتاعنا اللي هو 50 سنتي ده بيفرق بالغرض ان المريض يتحرك بسهوله جوه البيت بسهوله تامه، اللي هو يقدر العرض بتاعه 50 سنتي ده هيسهل له حاجات كتيره اللي هو يقدر يتحرك في اي مكان. احنا لما الباور كالكوليشن اللي احنا محتاجينها عشان نحطها في كرسي عشان نتحرك، هنعمل باور كالكوليشن الاول في الاتجاه الهوريزونتال. احنا عندنا الكرسي هنفترض مثلا الكرسي الجزء ده، فالكرسي بيأثر عليه الوزن بتاعه ورد الفعل الرياكشن بتاعه والقوه اللي اتحرك بيها، وكمان هيعكس القوه ديت هيبقى فيه ميديان اللي هي الفراكشن. فاحنا مثلا لو هنفترض ان الوزن بتاع الكرسي مع البني ادم هيبقى عباره عن 2000 نيوتن، والفراكشن مومنت ديت الفراكشن كوفيشن هتبقى عندنا 2 من 10، والفلوس اللي هيتحرك بيها الكرسي 25 ربع متر على الثانيه. فبالتالي طبعا هتبقى رياكشن فورس بتبقى 2000 نيوتن. ف
فلما جينا نحسب البار كالكوليشن طلعت البار كالكوليشن اللي احنا محتاجينها 100 واط، فاحنا جينا ورحنا ضربناها في في سيفتي فاكتور واحد وربع، فطلعت اللي هي الباور اللي احنا محتاجينها في الكرسي يتحرك في الاتجاه الهوريزونتال 125 واط. كمان الباور ديت في الاتجاه الهوريزونتال، طيب في الاتجاه اللي هو الكرسي وهو صاعد، كرسي وهو صاعد بيتحكم فيه. احنا هنفترض مثلا ان الكرسي هنا بيتحكم بيأثر عليه الوزن بتاعه وبيأثر عليه الفورس وبيأثر عليه الرياكشن، والوزن بتاعه ده هيبقى طالع السلم، وطالع السلم بيبقى طالع بزاويه 26.5 درجه. فلما جينا نحسب القوه جينا نحسب الباور اللي احنا محتاجينها برضو هنبقى برضو الفراكشن كوفيشن هي واحد، هنيجي نحسب الباور اللي احنا محتاجينها هتبقى كام؟ 312.5 واط. لما جينا برضو نضربها بالباور فاكتور او سيفتي فاكتور هتبقى 390 واط. ده البلوك ديجرام بتاع الديزاين بتاع الويت شير بتاعها. احنا مقسمينه لجزئين، جزء الميكانكس وجزء الالكترونكس. اول جزء هتكلم عنه هو جزء الميكانكس، برضه مقسمينه لجزئين الموبيليتي سيستم والتستنج ميكانيزم. الميكانكس بتاعت الويت شير عموما هي المسؤوله عن الباور، وهي المسؤوله عن المومنت بتاع الويت شير اثناء لو هو ماشي مثلا في وضع هوريزونتال على الارض او طالع كلايمنج على الستيرز. احنا مقسمين ال الميكانيكال كومبوننت قسمناها لحاجتين، الموبيليتي كومبوننت اللي هي الموتور والجير بوكس والجيرز والبوليز والبلز، والتستنج سيستم بتقسم الكومبوننت بتاعته للموتور والباور سبلاي. اول حاجه في الكومبوننت بتاعت الويلد سيستم هي الموتور. احنا اضطرينا دي في الموتور علشان هو ده الموتور اللي هيساعد الويلد شير في الكلايمنج في على الستيرز. السبيسيفيكيشن بتاعت الدي سي موتور 24 فولت 10.5 امبير 440 ميليشن بير مينت. الباور اللي بيطلعها الدي سي موتور الواحد بيطلع لنا 252 واط. ال 252 واط دي لازمه الباور دي دي كفايه للويتشر عشان يمشي في وضع الهوريزونتال لكن مش في وضع الكلايمنج. فعشان كده استخدمنا اثنين دي سي موتور الاثنين 504 واط. تاني حاجه الجير بوكس. احنا مستخدمين اثنين جير بوكس مفصلينهم على الـ على الـ على الاثنين دي سي موتور علشان تقلل السبيد بتاع الدي سي موتور وتزود التورك بتاعه. الجير بوكس السبيد ريشيو بتاعته احنا استخدمناها من 21. ال 21 دي هتقلل السبيد بتاعت الموتور من 440 ل 220 ميليشن بير مينت. تاني حاجه هتعملها انها تعمل سيلف بريك للويت شير اثناء التراس اللي بيعرضها لما الكرسي طلع السلم وحصل فصل الباور لاي سبب. الكرسي مش هيتدحرق او مش هيقع على السلم مش هيعرض البريد لاي خطر، يعني مفيش باور الكرسي مش هيتحرك من كده. تالت جزء في الكومبوننت اللي هي الجيرز. الجيرز دي بتنقل الموشن من الجير بوكس للبريد. عندنا نوعين من الجيرز، جير صغيره دي متوصله على الجير بوكس وجير كبيره متوصله على البريد. الجير الصغيره اللي بتطلع على الجير بوكس ده بتاعها 5 سم والأربعة جير كبيرة متصلين على الـ على البوليز الدايمتر بتاعها 10 سم. طبعا البوليز هنا متوصلة، البوليز موجودة على البيز بتاع الويت شير. عندنا 8 بوليز، 6 كبيرة، 3 على الجنب ده و3 على الجنب التاني، والاثنين صغيرين، واحدة هنا وواحدة على الجنب التاني. البوليز الكبيرة الدايمتر بتاعها 14 سم والويت بتاعها 5 سم، والبوليس الصغيرة الدايمتر بتاعها 7 سم والويت بتاعها 5 سم. في فايدة السمولر بولي دي موجودة ليها فايدة أكتر من إنها بتثبت الكرسي ويعني بتزود الكرسي الأمام بتاع الكرسي وهو طالع السلم عشان يبقى فيه سبيس ما بين الاثنين بولي الكبيرة وهو طالع الدرج، فدي بتثبت الكرسي هو طبعا السلم، فدي برضه اكتر امان الكرسي ما يقعش وهو طالع السلم. البلس احنا استخدمنا البلس اصلا، البلس بتعمل انها بتنقل الموشن على البولي، والبلس بتاعت البلس لازم تكون سترونج فليكسبل ديورابل. الطيب بتاع البلس احنا استخدمنا ربر سنجل سايدد بلس. البلت الموجودة على الويل تشير بتبقى لازم تحت 2 متر وبلت 5 سم والثيكنس بتاعها نص سم.
تاني جزء في الجزء الميكانكس اللي هو التستنج سيستم. التستنج سيستم بحيث التستنج سيستم ما بيظبط البوزيشن بتاع الويل شير اثناء ال اثناء الدراسه اللي بنخليه دايما في الوضع الهوريزونتال علشان ما البيشنت اللي قاعد عليه ما يقعش او ما يحصلوش اي ضرر. ده شكل الكرسي هو ماشي في الوضع الهوريزونتال. ده شكله اول ما يطلع السلم. طبعا اول ما يطلع السلم الكرسي بيميل فبيقوم التلتنج سيستم فايدته ان هو الموتور بيرفع الباور سكرو ويظبط وضع الكرسي يخليه دايما في الوضع الهوريزونتال وهو طالع السلم. التلت سيستم بتاعنا بيتكون من شكلين الديسي موتور والباور سكرو. احنا استخدمنا الاليفيشن ديسي موتور الاسبكتيشن بتاعته 24 فولت 4.6 امبير و 189 ريجوليشن بير مينت. الباور سكرو فايدتها ان الباور بيديها لما بيديله سنجل الموتور بيحاول الباور سكرو بتحول السيركلر موشن للينير موشن بترفع الكرسي ودايما بتثبته في الوضع الهوريزونتال. ده شكل الكرسي هو ماشي في الوضع الهوريزونتال. قابلين الباور سكرو في الوضع العادي انا في اول ما طلع السلم رفع الموتور رفع الباور سكرو خلت الكرسي في الوضع الهوريزونتال مثبته في الوضع. بالنسبة للجزء الخاص بالإيكونومكس، الإيكونومكس هي عبارة عن فاكتورز معينة بتحدد ديزاين أي جهاز بيتعامل مع الإنسان. أهم فاكتورز عندنا عشان الكرسي باور، عشان الويل تشير بتاعنا باور، فهي كل الفاكتورز متعلقة بالدايمنشنز بتاعت الكرسي اللي بيقعد عليه المريض. الكرسي ده الدايمنشنز دي لازم تكون موفرة راحة كاملة للمريض أو للمعاق، يعني لأنه بيقعد فترة طويلة على الكرسي. المفروض ان هو ما يحصلوش اي مضاعفات او زياده في الاعاقه اللي عنده. يعني اهم الفاكتورز اللي هي بتحدد الدايمنشن بتاعه الكرسي هي عرض الكرسي وطول الكرسي وارتفاع مسند ظهر الكرسي ومسند الايد ومسند تاني للرجل. طبعا كل الدايمنشن دي بتتاخد من الانسيكومتري او اللي هو علم الانسانيات اللي هو بياخد ابعاد الجسم. في حاجه كمان في المقعد بتاع الكرسي نفسه لازم ان هو يكون فيه كيرف. ده بيعمل حاجتين، اولا بيساعد في ان المستخدم او المريض اللي قاعد على الكرسي يبقى ثابت اكتر عليه، تاني حاجه بيوزع البريشر او الرياكشن اللي جاي من الكرسي على المريض فبيوفر له راحه اكتر. بالنسبه للديزاين الجزء الثاني اللي فيه اللي هو جزء الالكترونكس اللي هو عباره عن الكنترول سيستم والسيتنج سيستم. الكنترول سيستم طبعا بيتحكم في الموبيليتي سيستم، التلتنج سيستم هو اللي بيتحكم في التلتنج ميكانيزم اللي توضحه قبل كده. الكنترول سيستم اول حاجه اشتغلنا حددنا الحركات او الاتجاهات اللي المفروض الكرسي هيتحركها. الاتجاهات دي لقدام ولورا ويلف يمين او يلف شمال ويتجه اليمين وهو ماشي قدام او الشمال وهو ماشي قدام وبرضه يمين وهو ماشي لورا او شمال وهو ماشي لورا. بالنسبه للاتجاهات دي احنا عندنا في الموتور زي ما وضحنا قبل كده في الجزء الميكانكس اثنين موتورين. كل موتور بتحكم في الاتجاه والدايركت في الاتجاه والسرعه. بتغيير الاتجاهات والسرعه بقدر احقق الثمان حركات اللي احنا لسه قايلينها قبل كده. اول حركه اللي هي فورورد اللي بخلي الموتورين الاثنين شغالين نفس السرعه في نفس الاتجاه اللي هو بتاعه، وباك وورد نفس الفكره بس في الاتجاه المعاكس. وبالنسبه للترن رايت او الترن ليفت، الترن رايت بقلل بوقف الموتور اليمين واشغل الموتور الشمال فبالتالي بيتجه يمين، والعكس برضه مع الترن ليفت بوقف الموتور الشمال واشغل الموتور اليمين فبالتالي الموتور بيتجه شمال. بالنسبه للرايت فورورد هي ان هو بيتجه وهو ماشي لقدام او هو ماشي فورورد بيبدا يتجه يمين تدريجي، وده بيحصل بان انا بقلل سرعه الموتور اليمين للنص عن سرعه الموتور الشمال. ونفس الفكره مع الليفت بس العكس، بقلل سرعه الموتور الشمال عن سرعه الموتور اليمين وهما الاثنين ماشيين لقدام. وبالنسبه للرايت باكورد والليفت باكورد نفس الفكره بس وهو والموتورين بيتحركوا للخلف. اول حاجه عندنا في الكنترول سيستم البلوك دايجرام وهو عباره عن تحكم في السرعه والتحكم في الاتجاه، الاثنين داخلين على الموتور درايفر وبعد كده الموتور درايفر بيحرك لنا المواتير بتاعته.
اول حاجه التحكم في السرعه. التحكم في السرعه عن طريق البلس سيموليشن. البلس سيموليشن هي عباره عن سيجنال سكوير ويف. سكوير ويف ليها بيريود معين وديوتي سايكل. الديوتي سايكل وهي الوقت اللي بيبقى فيه الموتور اون، فكاني بشغل الموتور وبطفيه بس بفريكوانسي عالي جدا فما بيتلاحظش فبيقلب السرعه. مثلا لو الديوتي سايكل هي عباره عن نص البيريود فبالتالي سرعه الموتور بتقل للنص، وبرده لو هي 25% من البيريود سرعه الموتور بتقل للربع وهكذا. البلوك دياجرام ده بيوضح ازاي بقى انا بقدر انفذ السبيد كنترولر، وهي عباره عن بوتنشيومتر. البوتنشيومتر داخل على مايكرو كنترولر وبعد كده الموتور درايفر والماوتير اللي عندنا. اول حاجه احنا استخدمنا مايكرو كنترولر لان هو بيوفر لنا حاجتين. اول حاجه في موديول البلس سيموليشن فبيقدر يجنريت سيجنال بلس سيموليشن، وفي نفس الوقت بيديني الامكانيه ان اتحكم في الديوتي سايكل بتاعتنا. ثاني حاجه ان هو في انالوج ديجيتال كونفرتر بقدر اخد قيمه الانالوج فولت من البوتنشيومتر، بتعمل فولتج ديفايدر، باخد انالوج فولت منها بحوله لقيمه ديجيتال بحدد بيها الديوتي سايكل، بقدر اغير الديوتي سايكل واتحكم في السرعه. ده هي رسمه الهاردوير او السيماتيك هاردوير للسبيد كنترولر، وهي زي ما احنا قلنا عباره عن البوتنشيومتر اللي بتتحكم في السرعه، بتعمل فولتج ديفايدر، بعد كده قيمه الانالوج فولت بتدخل على الانالوج ديجيتال كونفرتر في المايكرو كنترولر. السوفت وير بقدر اغير الانالوج فاليو لديجيتال فاليو بتحكم فيها في الديوتي سايكل بتاعت البلس سيموليشن، وبخرج اثنين سيجنال بلس سيموليشن، واحده للرايت موتور واحده للليفت موتور. تاني حاجه الدايركشن كنترول. الدايركشن كنترول عباره عن اربع زراير، كل زرار بيحدد اتجاه معين. الاربع زراير دول متوصلين بالمايكرو كنترولر وبعد كده على الموتور درايفر والاثنين الموتور زي عندنا. السكيماتيك بتاع الهاردوير بتاعنا هو عباره عن زراير او بوش بوتنز بتدخل على المايكرو كنترولر، بعد كده بتخرج لي الاوت من المايكرو كنترولر اللي هو اللوجيك كونديشن اللي هي بتشغل لي الموتور درايفر. واللوجيك كونديشن دي هنوضحها بعد كده لما نوضح الموتور درايفر. ده رسم طبيعي عشان اتحكم في الاتجاه والسرعه مع بعض في نفس الوقت. زي ما هو باين قدامنا هنا الزراير للتحكم في الاتجاه، والبوتنشيومتر موجوده هنا للتحكم في السبيد والموتور. الاول ده خارج التحكم في الاتجاه، والثانيه دي التحكم في السبيد بلس سيموليشن واحد وبلس سيموليشن اثنين، كل واحده منهم هتروح عشان اقدر ادمج الاثنين مع بعض محتاج ان عشان تجمع الاثنين مع بعض. الحاجه اللي هتحققها الدمج ده هي الاند شيب. الاند شيب هحتاج فيها اربعه عندي بيت علشان عندي اربعه خارج للاتجاه. زي ما احنا شايفين كده بلس سيموليشن واحد بلس سيموليشن اثنين، كل واحده منهم مجموعه على مع الاربع اتجاهات واحد اثنين وثلاثه واربعه. ده بسبيل ما بيظهر فيه التحكم والتحكم في الاتجاه والتحكم في السرعه عن طريق البوتنز وعن طريق البوتنشيومتر. قدامنا هنا الزراير موجوده عشان اتحكم في الاتجاه، والزراير والبوتنشيومتر هنا موجود عشان اتحكم في السبيد. وزي ما هو باين هنا التحكم في الاند شيب موجوده، بتقدر تجمد الاتجاه والسرعه مع بعض في نفس الوقت. وهنا الخارج الدايره بتاعت المايكرو كنترولر داخل على الدرايفر. الدرايفر اللي انا هستعمله هو درايفر للموتور علشان يتحكم في الاتجاه الموتور شمال او يمين، يعكس الاتجاه شمال يمين. فالحاجه اللي هتبدا حاجه اللي هتحقق لي الدرايفر هي الاتش بيرج. الاتش بيرج اللي هي موجوده قدامنا دلوقتي بتتكون ما بين اربعه، واحد اثنين وثلاثه واربعه. اثنين واربعه مربوطين مع بعض في نفس الامر. واحد وثلاثة مع بعض في نفس الامر. اقدر اتحكم في الاتجاه عن طريق لوجيك انبوت ما بين 0 و1 او 1 و0. عندنا دخل A و B. لما يكون A ب 0 و B ب 1 التيب رقم 1 والتيب رقم 3 مش هيشتغلوا، التيب رقم 2 والتيب رقم 4 هيشتغلوا.
وبكده التيار هيعدي بين تيب 2 وتيب 4 زي ما احنا شايفين، فهيكون الاتجاه الموتور في الاتجاه الشمال. لما اغير الانبوت اللي موجود من 1 ل 0 ومن 0 ل 1 فده هيغير الاتجاه الكرنت اللي شغال. لما دخل في الاي 1 وفي البي 0 هيشغل التيب رقم 1 وهيشغل التيب رقم 3 وهيقفل 2 وهيقفل 4. اتجاه التيار هيكون زي الشكل اللي احنا شايفينه، هيكون عكس الاتجاه في المره اللي فاتت، فهيغير الاتجاه العكسي. مع تغيير اللوجيك انبوت ده هيغير، يعني هيكون لي ترو ستيبل بيتحقق في 0 لما داخل 0 0 على دي، هيعمل ستوب 0 1 هيخلي يحركوا الاتجاه، من 1 ل 0 هيغيروا الاتجاه الثاني، 1 1 مش هيعمل اي حاجه. ولان انا عندي موتورين فانا هستعمل 2 اتش بي جي، هو الاتش بي جي هتحكم في الموتورين بتوعي. الاتش بي جي اللي احنا هنستعملها فيها النصين بي شانل وان شانل، موجود درايفر على البي شانل وموجود اربعه انبوت للاتش بي جي كلها. باينين تحت اتش بي داخل رقم 1 وداخل 2 و3 و4. وده ترو ستيبل بيوضح لي تحقيق اللوجيك انبوت على الدول اتش ال اتش. بيبين لي هنا تاثيرها عن طريق الاتجاه فقط، قدام وورا ويمين وشمال. ده البي سي بي اللي احنا عملناه علشان الدول اتش ال اتش. هنلاحظ هنا ان التراك موجود كبير علشان يستحمل الحراره نابعه عن الهاي كرنت اللي موجود في الموتور اثناء الحركه. الكرنت ده بيكون اربعه امبير اثناء الحركه على الارض، ويكون 8 امبير اثناء صعود السماء. ده شكل البي سي دي اللي احنا عملناه، باين فيه الاربعه موسفت موجودين في الكرنت. موجود عليهم الهيت سينك علشان يسحب الحراره اللي موجوده اللي بتنتج في المصر، وتبدا تبرد التدريب. ده الترو ستيبل بيوضح لي تحقيق دمج الاتجاه مع السرعه في نفس الوقت، هينتجني عن الحركات قدام ويمين وشمال وورا. وبعد كده لما ابدا ادمج السرعه فهيبدا يحكمني في عين الدريفتنج، رايت فورورد وليفت فورورد، قول رايت باكورد وليفت باكورد. تبت سنسور، التبت سنسور بيعتمد على فكره البندوليوم. هستعمل البندوليوم على انه كانه سنسور موجود بيقدر يحس عن الاتزان. مع تغيير الوضع بيبدا يتغير وضع البندوليوم عن وضعه الاساسي. لما يبدا يتحرك مثلا يمين فهيبدا فهيقفل ليميت سويتش موجود على اليمين، لما يتحرك شمال هيقفل ليميت سويتش موجود على الشمال. التيب سنسور اللي احنا مستقبلينه موجود فيه بندوليوم وموجود فيه الاثنين ليميت سويتش زي ما هم باينين في الصوره. بندوليوم باين قدامنا والاثنين ليميت سويتش موجودين بيتحكموا في التيب ميكانيزم. بعد كده طورنا الجويستيك بتاعنا وغيرنا واستبدلنا الزراير اللي بتتحكم في اتجاه الجيومتر بالسرعه، استعملنا ديفايس تدمج الاثنين مع بعض، الاتجاه والسرعه في حاجه واحده. الحاجه اللي حققنا دي اللي هو الانالوج جويستيك. الانالوج جويستيك بيتكون زي ما احنا هنشوف من اثنين تنشمتر بيقدروا يكونوا زي موشن سنسور عن طريق فولتج ديفايدر اللي بيدمج منه. واحد موجود مع الاكس مع الواي اكسس والثاني موجود مع الواي اكسس. بمجرد التغيير في اي واحد منهم بيبدا يغير في الفولت اللي خارج من اي سنسور زي ما هنشوف في الترو ستيبل. الترو ستيبل ده بيعبر عن الخارج من البوتنشيومترز اللي موجوده في الانالوج جويستيك، وزي ما احنا شايفين الواي اكسس بيعبر عن التغيير لقدام ولورا، والاكس اكسس بيعبر عن التغيير من الشمال لليمين، وعلى حسب التغيير في الفولت الخارج من البوتنشيومترز بتتغير الاتجاه والسرعه. يعني مثلا في الواي اكسس لما يكون الخارج مادين 2 فولت 3 فولت فبيكون البوتنشيومتر في النص، وده بيعبر عن السرعه بتكون بزيرو ومفيش تغيير في الاتجاه. لما يكون الخارج من 2 فولت ل 0 فولت بيكون التعبير لورا، ولما يكون من 3 فولت ل 5 فولت فبيكون لقدام.
ومن ومع التغيير ما بينهم بتتغير السرعه تدريجيا. وفي الاكس اكسس لما بيكون الخارج ما بين 2 فولت ل 3 فولت السرعه بتكون صفر وما بيحصلش تغيير في الاتجاه، وده بيكون الريتوشارتر سيف موجوده في النص. ولما يكون الخارج من 2 فولت ل 0 فولت بيعبر عن اتجاه شمال، ولما يكون الخارج من 3 ل 5 فولت بيعبر عن اتجاه يمين، ومع التغيير ما بينهم بيتم التغيير في السرعه. حسن